هناك آثار نفسية إلى اليوم لا زالت تطارد الأمة، آثار الهزيمة والانكسار. من تشوف لك واحد قال لك والله احنا بعد مش نسوي من صارت كربلاء وهذا حالنا، لا هذا مو منطق أهل البيت. منطق أهل البيت العزة والكرامة الشرف النبل، البحث عن الأجمل، روح المعايشة مع الناس والمحبة لهم، وزرع شتل السلام في كل مكان. يوم اللي قال لك كربلاء تقول لك لا تروح تواصل دراساتك ولا تختار أحسن وظيفة ولا تترقى في مجالات حياتك، من هو قال لك الحكي هذا؟ هذه القراءة، القراءة العوجاء الرعناء المتخلفة، من صاحبها؟ مو مفروض حسنياتنا مجمع قلوبنا؟ ليش تحولت إلى سبب نفرتنا؟ ليش؟ لأن البوصلة ليست في اتجاهها. تشوف أخو مع أخو متشاركين في بناء حسنية، تشوف واحد منهم يوم من الأيام مروا عليه مطوا بيالة شاي، قال أكيد أخوي من وراء الشغلة، متعمد عارف أنا أخوي وعارفه من يوم إحنا صغار. زين طقت بدماغه، عنده قريشات، قال أسوي حسنية، أخوي أحسن مني سوي حسنية، عيال الحمولة ناس راحوا منه ناس راحوا منه، شد لما تشد صار خطب من عنده، قال لا تنسيهم تعقبوني بالبيالة في الحسنية، بنيت حسنية يا غبار. مشكلة اجتماعية، الحسين رد يجمعنا، أراد أن يجمع الإسلام، أراد أن يجمع الإنسانية بكاملها على نسق اجتماعي واحد. شوف اللي يقول لك أنا حسيني هو ويا أخوه ما يتكلم، مع ولد عمه مقاطع، بل أكثر من ذلك يكيد له ويحفر الحفر في وجهه، فموجود موجود.